هل يجوز برد الأسنان بمقدار بسيط؟ بالنسبة لبرد الأسنان لا يجوز التغيير للأسنان البرد للأسنان إلا عند الضرورة، أما التغيير لخلق الله، خلق الله عز وجل الأسنان وهي من صنع الله، فلا يجوز لنا أن نقوم بتغييرها. اليوم العيادات المتقدمة والمتطورة جعلت بديل للبرد لكي يقوم بالتلبيس لأسنانه، فجعل هناك الأسنان الرقيقة التي الطبقات الرقيقة التي توضع، فلا يجوز البرد ما لم يصل إلى حد الضرورة. فالأصل بأن الإنسان لا يقوم ببرد أسنانه، فلا يتم التساهل في برد الأسنان، فهي منحة من الله ونعمة من الله، فلذلك لا نقوم بالتفريط بهذه النعمة بهذه الصورة. ما هو البديل؟ هذه العيادة ليس لا تقدم خدمة اللصق على هذه الأسنان، نذهب إلى عيادة أخرى، فإن علم علاج الأسنان وتجميل الأسنان متطور، كل يوم يختلف عن الأمس، فالإنسان لا يقوم ببرد أسنانه ما لم يصل إلى حد الضرورة، في هذه الحالة يجوز أن يقوم ببردها.